7 دول عربية يعاني مواطنوها من ضعف مرتباتهم بالمقارنة بحجم المصاريف بحسب استطلاع أرم. 94% من مواطني الدول السبع يصرفون دخلهم قبل نهاية الشهر بأسبوع. 92% من المشاركين بالاستطلاع من مصر يفقدون دخلهم قبل نهاية الشهر. أكثر من 35% من المشاركين بالاستطلاع في الجزائر ينفذ دخلهم نهاية الأسبوع الأول من كل شهر. 36.1% من المشاركين بالاستطلاع من المغرب ينفذ دخلهم في نهاية الأسبوع الثاني من الشهر، و48 من المشاركين بالدراسة يعيلون من 3 إلى 5 أفراد في تونس. 70% من المشاركين بالدراسة من لبنان يعيلون أكثر من 5 أفراد أيضاً.